مبسوط بفيديو اليوم، كتير مبسوط انه هيصير عندي اخر اليوم كامل. اذا انتوا مبسوطين مثلي يلا نوصل الفيديو 100,000 لايك، 150,000 لايك، كتير مهم بدلكوني ركزوا منيح. اذا كنتوا جديد على القناه واول مره بتشوفونا اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، شوفوا فيديوهاتنا التانية بالقناه كتير رح تحبونا وتنبسطوا. وي لاف يو سوبر. هاي بابا، هاي دادي، وين؟ مش على الكاميرا، مش على الكاميرا، مش على الكاميرا. يا جايز بدي اطمنكم انه مارفل ليكو صار احسن، هلا بعده عم يمشي شوي على بس بس متحسن كثير الحمد لله بعد التطعيم. سوبر، صباح الخير. مارفل فلت مني صراحه، كنت بدي اطمنكم عليه انه من بعد الحقن تحسن. هلو كيكي. هلو جايز، في شيء وعدينكم فيه من فترة طويلة وتأجل معنا لعدة أسباب صراحة ولظروف عديدة، مرة واثنين وثلاثة. المهم تعال شوي، تعال شوي، هيك في ضوء. واو نورنا. واو اوكي جايز، في فيديو وعدناكم فيه من فترة، فاليوم اجى الوقت انه نحن نعمله للفيديو. وبدنا نقلكم انه شهر اوغست على الشمس، شهر اوغست رح يكون مليان بالاحداث وبالسفر وبالهدايا، خاصة انه رح يكون عيد زواجنا. لا ليش هيكون عيد زواجنا؟ لك بتعملي مثل فادي بتفضح كل شيء قدام الكاميرا، ما بدي اقول دغري هيك، بنطلب فيديوين انه شو برايك يكون في على اخر الشهر. ايه انا كثير دغري بخبي كل شيء. اوكي، كيكي فضحتنا، عيد زواجنا باوغست جايز، ب 24 اوغست رح يكون في خلال شهر اوغست كثير هدايا وجوائز على القناه وعلى انستغرام، رح يكون في كمان جيف اويز. فاللي بعد مش تابعنا على انستغرام حساباتنا بصندوق الوصف، فوتو جايز على صندوق الوصف، بتشوفوا الرابط بتدوسوا عليه بيفتح انستغرام قدامكم، اعملوا فولو بدكم كيف، بس ببساطه. واكيد تكونوا كثير نشيطين، شوفوا الستوريز، اعملوا لايكات على الصور. نحن وي لاف يو جايز، في جوائز كثير رح تكون خلال شهر اوغست. انا صار لازم اروح هلا لاجيب بيبي ايلاند لتيجي تقضي عنا اليوم كامل. اوكي انت اهتمي بالولاد، انا بجيب بيبي ايلاند، انتم بهذا الوقت اعملوا لنا فولو على انستغرام. شو يا فادي، ناطر بيبي ايلاند؟ نعم، بس ليه بابا كثير متاخر فوق؟ عم تطلع على الساعه. فادي صار معه ساعه، جيب قال بده ساعه مثل ساعتي انا وبابا، فجبنا له وحده لانه هو شطور وهو ريد، كل دقيقه بيطلع فيها. شعور جديد رح نعيشه اليوم بوجود بنوت صغيرة بيناتنا. هلا انا صراحة ما بعرف، ماني معودة على تربية البنات، بس كتير محمسة وكتير مبسوطة، بدي اشوف شو رح يصير، شو رح يعملوا فادي ومارفل مع ايلين. معقول مثلا مارفل وايلين يتخانقوا؟ رح ينبسطوا فيها؟ رح يلعبوها؟ شو رح نلعبها؟ يعني انا فادي ومارفل كل النهار عم بيلعبوا فوتبول مثلا، معقول لاعب ايلين فوتبول معكم؟ كتير كتير محمسين وكتير ناطرين تنشوف شو رح يصير. يا حياتي. هاي ايلين. اوكي كتير اوكي، بينتوا هلا. هاي، لا ما تخافي، لا 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 لا. بيبي ايلين، هلو، اهلا وسهلا فيكي. اشتقنا لك بيبي ايلين. نزلي 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 يا مارفل، نزلي يا مارفل. بيبي شو؟ مش معود يشوف شوز عليك ديكوريشن. ايه عبيتي مظبوط، شوز تمشي ولا لا؟ جبت لها المشاية معنا، هي بتمشي، صارت تمشي اول خطوتين بس جبت لها المشاية معها. وهيدي اهلة صارت بالووكر، كله راكد وراها. كيكي كله راكدين وراها. مارفل اي مرة عم يكرجها، مارفل عم يكرجها. واو شوي شوي. شو يا بابا؟ شو يا دادي بيبي ايلين؟ كيكي كيكي لما للعبة على الارض. طب ايلين فينا ما نصور بالمطبخ؟ يعني الباك جراوند مش لطيف، تعال نروح على البيت. سوبرز، ايلين بنت احمد وزينب جارتنا بالكومباوند. اليوم استأذننا انا وكيكي من احمد وزينب وقلنا لهم انه بدنا نستعير بنتكم ليوم
لانه بدنا نعيش شعور يكون عندنا اخت لفادي ومارفل واجي تتقضي عندنا يوم يا حياتي. اوكي جايز، لاول مره بتاريخ القناه بدنا نعمل البوم مع بنوت صغيره. اوكي جاهز يا بابي؟ يلا يا فادي مارفل تعال نعمل البوم، تعال نعمل انترو بوم. كيفكم سوبر فاميلي؟ زعلانين؟ لو شو ما بكون انسوا شكلكم وانسوا همومكم لانه انتو سوبر. اذا كنتوا جديد على القناة واول مرة بتشوفونا اشتركوا بالقناة وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس. سوبرز، عيد ميلاد ايلاند كان من كم يوم بس مارفل كان مريض فما قدرنا نحن نحتفل معها بعيد ميلادها، بس هديتها محفوظة ونحن هلا بالسيارة. ولايكو كيكي وين؟ حطيناها بالكارسيت لانه هي اصغر من مارفل، بس مارفل مش مشتركه بحالها يعني. فكيكي ورا مارفل معي وفادي كمان معهم. يلا عاد منيح. وادي ايلاند بالكار سيت، ما تكوني مثل مارفل يا ايلاند تخفي اول ما تمشي السياره. ايه ليك مارفل بده السياره تمشي. اوكي يلا. طيب يلا ننطلق نحن. غنيتنا ابيض اسود صارت موجوده على جميع المنصات، صارت موجوده جايز على انغامي، على ديزر، على اي تيونز، امازون ميوزك، وين ما كان، سبوتيفاي، وين ما كان صارت موجوده. حطيت لكم بالديسكريبشن انا سمارت لينك، بتدوسوا عليه بتطلع لكم كل المنصات، انتم بتعملوا بلاي من المنصه اللي بدكم اياها. جايز غنية صارت عملت 2 مليون على يوتيوب الحمد لله، ونحن كثير مبسوطين انه هالقد عم تنتشر الاغنيه. فاذا حابين تسمعوها كمان فوتوا على السمارت لينك واسمعوها على المنصه اللي بدكم اياها. سوبرز، نحن وصلنا على محل الالعاب ايلاند عم بتنام، حطيناها هي بالبوسات. شو يا ايلاند كنت منهنها على الاخر فحطيناها بالبوسات. ومارفل ليكو دغري فلت. وفادي شو عم تعمل بابا؟ كثير حيني الطريقة. شو هي؟ شو بيعملوا؟ اعمل ايدك كذا؟ اوكي كثير هيني. بنحط شوية باودر. اوكي كل اللي احنا محتاجينه هو شوية مية، مش مهم المية سخنة ولا ساعة، فلما نيجي نزود مية صغيرين جدا 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 عليها ونصبر ثلاث سنوات. صارت ثلج. اوه صارت ثلج، واو. كيكي شفت بودره بتحط عليها مي بتصير ثلج. ليك مارفل كل اللي بعمله بزود شويه مي عليها ونستنى ثلاث سنين. اها ونستنى 3 سكند في نيجي نطلع. واو سنو بول. اوه واو واو. سي كوا سا بابا؟ او كويل اللي كويل انا حياتي. شو يا كيكي؟ شو منقي؟ شو عبالي جبلها؟ شو؟ عبالي لبسها هيك دريس برنسس مع العصاية او اوه شي كيوت ما بعمله مع اولادي. مش لعبة بدك تجيبي لها برنسس؟ عبالي تجيب لها شي كوستيم هيك تبقى برنسس. انت برنسس؟ او باتر فلاي او شيء هيك يعني كوستيم مهضوم لبنات سبيشالي لبنات. طب تعال شوف اذا عندهم. يا كيكي شوي شوي لان انا بعد معي ولدين. ايه انا بعد معي ولدين. ناسي انت مفكره مفكره معي ولد واحد انت، انا معي ولدين بعد. ايه اوه وصلنا على تيبل برنسسز. لك شو حلوين مهضومين. ايه كيوت معه بندول على الراس وعصايه. هي لك باتر فلاي لك شو حلوه مهضوم. ايه كثير حلو مارفل 130 سنتي يعني اذا مارفل 90. واو لا كثير كبير يعني هيدا يمكن لشي 4 سنين. لا مبين كبير اصلا، حطي عليها مبين كبير. لا لا كبير حرام بجر وراها على الارض. طب اصغر هيدا كيكي هيدا 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 الموف الصغير 130 سم. كمان 130 سنتي. لا ولو لو سمحت هو في درس لعمر سنة؟ سنة؟ سنة اه برنسس. لا للأسف والله هو كل اللي موجود ده هو اللي. بس هنا اللي موجود ما في كيكي. تروفاشي يعني كثير زعلانة. كيكي كيكي ضيعتك. عفتش باللعب. رجعتي على اللعب ايه؟ ايه. طيب شو عاجبك؟ طلع في وجهي هيدا. هي حلو هيدا. وبيعمل يعني روكينج ودرايفنج، بتقدر هي تسوقه وحده وبتقدر تعمل روكينج. روكينج لمن السنه 1 يير بلس ودرايفنج فيه. طيب كثير طيب لذيذ بلس. لذيذ لذيذ. طيب هي برنسس بتكون جبتي لها انت حصان ابيض. اوه توني. اوكي برنسس ما قدرنا نجيب لك فستان بس جبنا لك الحصان الابيض.
واو نايس. شو حبيبي حبيتي؟ انت هذا الشغال حصان لك ابيض. بدك حصان ابيض؟ ركض لك شو مهضوم، لك شو كيوت، لك شو كيوت. ايه؟ ألم شوي نعسامة. شو عم تخفى يا حرام أنا وعم بحكي؟ نحن رجعنا على البيت والولاد اتنيناتهم فادي ومارفل عم بيلعبوا آيلين. ليك مارفل شو مبسوط فيه لآيلين. أما من الناحية التانية شو عم بيصير؟ زدنا فرد جديد على آيلين. يعني فادي ومارفل وآيلين والحصان. الحصان الأبيض. أوكي أحمد وزينب إذا بتريدوا إذا ما في مشكلة يعني يا ريت هذا الحصان بتسموه وايتي. اوكي عشان هو هيك ابيض وبعدين لانه هو حصان الاميره هيدا قصدنا نحن البرنسس دعسلي على اجري فخلي يكون اسمه وايتي اوكي ليك ما قال اوكي خلص طيب احمد ليك وانت تبقى بالبيت انت كثير عم تعمل له خدمه هلا لاحمد الاولاد تجمعوا حواله توني ايه لا موضوع كبير موضوع كبير وكلهم بالانتظار يعني كلهم ناطرين شو عم بيعمل توني آيلين واو وهيدي آيلين حبيبي ليكو ما عقلة عن جد يعني البنات ما سمعنا صوتها ورايقة وهادية ومع حالة حبيبي بهالوقت الشباب عم بيساعدوا توني تيركبوا له الحصان يا ريت ما بيساعدوني يعني يا ريت ما حدا بيساعدني كيكي نعم مبدئيا عم خلص تعال بس انا في قطع حاسه بعد مش مركبهم هول شو بدنا نعمل فيهم؟ بيبعتوا دائما قطع زياده ما بيتركبوا هن بس اللي بيبعتوهم يعني انه عرفت كيف؟ انه بحال عزتهم شيء بالبيت او شيء بس انه لا لا مش مش كل قطع مجبورة تتركب بحب قلكن انه دايما لما نكون جايبين حيالة لعبة للولاد دايما بالاخر بيبقى في قطعة بدها تحكي عنها هيدي القطعة بردها توني على العلبة وبحطها على جنب روح انا بقول له توني هيدي شو القطعة بقول لا هيدي هن جايبينها زيادة مش انه هو ما عرف بتكون اللعبة ماشية ولا لا بتكون دايما في قطعة زيادة بس بتكون لعبة ماشية ولا لا ماشية ولا لا ماشية خلص ماشية على بركة الله بتبقى ماشية ما هيك ايه اوكي كيكي نعم خليني ابرم لعندكم واو زبط اوكي اكسيدان مع المشكلة يا مارفل هيدي مش لإلك يلا وصلت الأميرة اوه على الحصان الأبيض مارفل استاذ أنت عندك حصان بابا هلا أحط عليه بابا أنت عندك حصان أنت عندك حصان رؤيك بابا وصلت الأميرة خلينا نشوف إذا رح تحبه يلا أميرة هيدا وايتي هيدا وايتي خايفة لا خلي زيح يا بابا عمل 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 ننسى مع بعضنا عمل واو احكي نعسانة ليك نعسانة نعسانة كتير نعسانة كتير شو يا آيلين طيب شو بنعمل ناب؟ نعمل ناب صغيرة نعسانة عم تخفى اصلا على كتفك طيب بنعمل ناب بس عملت ناب ما فينا نجرب وايتي عندنا بجربيه بالبيت ايه تعي 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 خيي تكفي البيبرون كفي البيبرون جاي يا حبيبي ما تزعلي نعساني كتير يا حبيبي عم تغفى هلو شو يا حلوة آيلين 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 Au clair de la lune mon ami Pierrot Prête-moi ta plume. مشان ما اترككم وعدكم يعني مشانك واو احكي انا لو عندي بنت كنت رح تغاري اقوليك لا كنت رح اكون كثير مبسوطه لانه بيلبق لك يا بنت شو يا حلوه انت يا قلبي وجمالك دخل عيونك انا كيكي خلصت بعتقد وعم تتخانق معها للبيبرون ايه بعمل لها غيره عم تتخانق معها للبيبرون ممكن لك شو عم تعمل؟ مش اساس عم تعمل البيبرون شفت المشهد ما قدرت مصوره لا واو لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اذا ضل هيك هتخفى ما لا 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 تروح اعمل لها زيبرا خلي مارفل تعمل طلع فيه با بس شفتي مارفل قال بس مارفل قال له بس اوكي بلش يصير في شوية تغيير عم يضربك بالمامي عم يضربك او ماي جاد بابا بياي حبيبي بياي انا كتير زعلانة كنت حاملة ايلين معي وبلشت تبكي وما عدت تسكت غير لأخذها توني ليكو هالمنظر وراي يا توني انا الولاد عندهم نقطة ضعف علي مش معقول فادي ومارفل ليكو ايلين عن جد هيك كيف سكتت معه قال ايلين انا زعلانة منك طيب ايلين كتير شكلها تعبانة نعسانة يعني فبالمبدأ ليك رح غفيها ونخدها على البيت حرام نخدها غافية عند أهلها حرام لأنه حرام وبتلعب يعني. على الحصان بالبيت حياتي بس بيكون راح التركيب تبع الحصان ديعان لا بسيطة ما أحمد ما كان رح يركب لي أصلا كنت رح أعطيه الكرتوني فاضي أنا لزق بلا لا ويتركوا على جنب وكل يوم ما يركبوا ما يركبوا لا نحن ركبنا أنت خيال كبير؟ لا بس أكنه 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 مزبوط يا بابي كأنه أنت خيال كبير واهتميت فيها وركبت لها اللعب غفيت آيلين غفيت آيلين توني غفيها لك شو مبسوط ركي بغير لفيه مش أنه بس غافية غافية أنه أوعى تتركني في كتير مراحل بنهارنا ما صورناها قد ما كنا معجوقين فيها وملهيين فيها ومبسوطين وثلاث اولاد ايه مش هينه ثلاث اولاد يعني ما مركز على الكاميرا بقى ابدا يعني كيكي مع ايلين وماشيه يا كيكي معي فادي ومارفل ورا انا مش واحد اخذت ايلين ومشيت ففي كثير اشياء تغدينا واكلنا وهيك ما بنلحق طب ما بتعبي هون وهون وهون وصور امسك كاميرا نو واي بس كثير انبسطنا وكثير هيك كان وجودها ناعم يعني ما حسينا فيها كثير لذيذ كثير كيوت زعلت بس انه ما قدرنا نركبها على وايتي كنت حابب شوفها بس هيك على وايتي يعني انبسط فيها شوف كيف بدها تهز بس يلا مش مشكله لا لا قلب رجعها على البيت ولا انا ما شبعنا منها بابا رجع ايلين على البيت احكي لها بوسه على راسها نرجع نجيبها مره ثانيه يا بابي بنرجع نجيبها مره ثانيه يا مارفل يا مارفل يا مجنون يلا قول باي لايلين باي باي جايز هيدا كان الفيديو تبعنا لليوم الفيديو مع ايلين نقفل وبرجع بروح بوديها ان شاء الله تكونوا حبيتوه اعملوا لايكات كتير للفيديو وشوفوا فيديوهاتنا الباقيه كلها ومنحبكم كتير بهوسات كتير باي